وللحديث عن واقع التعليم في العراق وظاهرة التسرب من المدارس وتداعياتها على الطلبة، معنا من ستوكهولم الناشطة في حقوق مجال حقوق الإنسان السيدة أمال الضفيري. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم، شكرا لكم. أهلا وسهلا. لماذا باعتقادك يترك الطلبة في العراق عرضة للتسرب وتجار المخدرات والذين بات لهم سوق كبيرة في البلاد؟ لا توجد رقابة على القطاع التعليمي؟ شكرا لكم. هو بالحقيقة يعني أنا دائما كنت أقول أنه التعليم والصحة وكل مجالات الدولة هي قرار سياسي. أنا أعتقد أنه عملية تجهيل المجتمع هو قرار سياسي بالدرجة الأولى. الطلاب حاليا بالمدارس لا يوجد سلطة مثلا للمدير أو المدرس، تحول للموضوع أنه أعاقب الطالب صير قاعدة عشائرية، أدز على مثلا ولي أمر الطالب ليش ابنك متسيب، ليش ابنك مثلا تصرفاته، يتهدد المدرس. فلا يوجد سلطة ولا يوجد حماية للمدرس وللمدير. الآن الطالب وولي أمر الطالب هو اللي يقرر، هو اللي يمشي المدرسة. فهاي عندنا مشكلة كبيرة. يعني للضحك، يعني مثلا إذا تصيح على الطالب هاي ثمنها هلقد بالقعدة العشائرية. هذا واقع المدارس بالعراق. تكدس الطلاب، أكثر من 60 طالب طبعا، خاصة هاي مدارس بغداد يعني المركز، أكثر من 60 طالب، تهالك المدارس، مدارس متهالكة بالأطراف، قلة المدرسين. يعني تلقى مدرسة 900 طالب بها بس 12 مدرس. نعم. هاي مشاكل متراكمة. نعم. ومنها مشكلة التسرب. نعم. من ناحية أخرى أستاذة أمال، هناك مختصون يؤكدون أن تجار المخدرات الذين باتوا يجندون الأطفال للترويج للمخدرات ويستفيدون من مادة قانونية تمنع محاكمة القاصر المتعاطي عند تسليم نفسه بشكل طوعي، ألا تعتقدين بأن هذه المادة بحاجة إلى معالجة؟ يعني أنا هو شنو بالعراق ما يحتاج إلى معالجة؟ هو حتى هسه بالدول المتقدمة شيء طبيعي إنه القاصر ما ينسجن، بس يؤخذ يسموها الخدمة الاجتماعية، يعني ينحجز هذا القاصر، مو يترك، لازم يتعالج، لازم يتعاقب، بس مو بطريقة عقاب يعني البالغ. تجار المخدرات، لأن سوق المدارس، سوق الجامعات هذا سوق كبير للربح، فيستعملون الأطفال، يستعملون المدارس للترويج للمخدرات. زائدا أنا يعني في مرة من المرات حاولنا نسوي برنامج عن المخدرات، سألنا الشباب ليش انت ما تتعالج؟ قال احنا نتمنى نتعالج، بس اكو ميليشيات معينه تمنع العلاج. هذول مصدر للاموال، هذول حتى منع علاجهم هو بقرارات من ميليشيات يعني. نعم. طيب، نعود لموضوع التعليم والقطاع التعليمي الذي أسهم على ما يبدو الصراع السياسي في تراجع القطاع التعليمي، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية للمواطنين الذين باتوا يفضلون ترك أطفالهم دون تعليم من أجل العمل في بعض الأعمال ومساعدة العوائل. طبعا هي وزارة التربية داخلة ضمن المحاصصة، يعني وزارة التربية، هذا إلك وهذا فلان من الحزب الفلاني وفلان من الحزب الفلاني، وهو بالتالي أصلا ما له علاقة بالتعليم وبوزارة التعليم. فهو وزارة التربية من ضمن المحافظة، احتمال يكون يعني وزير، حتى لو كان وزير التربية شخص نزيه نظيف، لكن قول لي على المديريات، المديرية نفسها التعيينات زين مثلا. ليش قبل كانت كل سنه تتعين المدرس، ليش هسه حاليا تنزل تعيينات كل 4 سنين وكل 5 سنين يلا تنزل؟ المدارس يا عزيزي متهالكه، الطالب ظروفه المعيشيه مثلا سيئه،
قبل المفروض يعني يروح للمدارس الحكومية يتحمي. المدرسة الحكومية شنو بيها؟ 60 طالب قاعد بالصف، عنف بين الأطفال، يعني ماكو مرافق صحية، التسيب مسموح لأن ما قلت ماكو سلطة للمدرس أو المدير. فبالتالي هو حتى لو زين الظروف العالية تجاه، هو جاي من أب ما موجود، يعني عائلة مفقود بها الأب، عائلة مفقودة بها الأم، عائلة هذا ما قبض نهايته يروح يما يشتغل يفتر يبيع كلينس بالتقاطعات أو تأخذ ميليشيا معينة. لكن على الرغم من ذلك يفترض أن هناك قوانين خاصة بحماية الأطفال، وهذه القوانين تضمن لهم حياة كريمة سواء من استغلالهم من العوائل نفسها أو حتى من المجتمع في الخارج. كيف ساهم غياب هذه القوانين في تفاقم أوضاعهم السيئة وخاصة في المخيمات على سبيل المثال؟ هذه المأساة الثانية. يعني أنت تخيل أطفال وعدهم أهل وقاعدين ببيوت ويفشلون بالدراسة وما عندهم تعليم زين وما عندهم صحة وما عندهم عناية، فما بالك بأطفال المخيمات. هذه جريمة بحق الأطفال والطفولة. العراق موقع على حماية الطفولة بالأمم المتحدة، لكن يا أخي هذه قرارات سياسية. هذول العالم كله يتفرج عليهم، كل العالم يتفرج عليهم، لكن مع الأسف هذه المنظمات الدولية ومن ضمنها الأمم المتحدة هي مسيسة. الحال يكون من داخل العراق. العراق فقط هو القادر أنه يحل مشاكل هذولة، لكن هل يوجد قرار سياسي أنه إحنا بحماية الأطفال أنه نجيب هذول الأطفال من هذه المخيمات ونحميهم؟ يا سووا لهم زين مدارس بالمخيمات، اعطوهم عناية صحية. أنت شفتهم من المطر يوقع شي يصير بيهم، شفتهم من الثلج يوقع شي يصير بيهم. أشكرك جزيلا أستاذة أمال الظفيري من ستوكهولم، الناشطة في حقوق الإنسان. شكرا لك.